السلام عليكم. من بين كل المدن العربية تحتفظ صنعاء بذاكرة سياسية غامضة وحزينة، وهي المدينة التي يعاقبها طغيان الزمان والمكان على الحرية وعلى الجمال الحضاري، من تهديم قصر غمدان إلى آخر قصر جمهوري. صنعاء التي لم تبح بخطاياها ومخاوفها وأسرارها التاريخية والسياسية والأمنية حتى هذه اللحظة، باعتبارها مدينة بلا ذاكرة بفعل الغياب والتغييب، وخصوصا لحظات الاجتياح حينما كانت عربة الديناميت تدك أطرافها ومداخلها على مرأى ومسمع من القريب والبعيد. كانت صنعاء مسرح الانقلاب حينما كانت تنقل قنوات التلفزة القادمين بأسلحتهم من المدخل الشمالي وهم يدخلون إلى قلب العاصمة اليمنية، ليتحول المشهد اليمني بين ليلة وضحاها من شد وجذب بين أطياف سياسية إلى ما يشبه النكبة اليمنية. ذهبت بعض السرديات تقول إن هناك الكثير من الأموال دفعت حتى ينهار كل شيء في عشية وضحاها، ويشمل الأمر الحكومة اليمنية التي كان غريبا استقالة رئيس وزرائها وخيانة وزير دفاعها لقسمة الجمهورية وطلب وزير داخليتها من عناصره ألا يتصدوا للحوثيين، فيما ظل القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع النار التي وصلت إلى مخدع رأسه. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يفتح أسئلة سقوط صنعاء في ذكرى سقوطها الثالثة. لماذا تركت صنعاء وحيدة لم يدافع عنها سوى مئات الجنود والمتطوعين؟ وما طبيعة الأدوار الإقليمية والأممية التي كانت حاضرة في يوميات سقوط الدولة والعاصمة؟ وماذا عن دور بعض النخب المدنية بين التبشير بالميليشيا الحوثية ومحاولة تكريس التطبيع معها؟ ولماذا غاب الدور السياسي والشعبي المقاوم؟ وما أسباب تخبط القوى الجمهورية؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، وسينضم معه آخرون أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الأكارم. أهلا بك أستاذ نبيل. قبل أن نفتح هذه الأسئلة، أسئلة سقوط صنعاء، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في ليالي اجتياح صنعاء كانت ضواحي المدينة وأطرافها تعيش ما يشبه تآكل الأطراف من قبل داء الجذام السياسي والفكري القديم الجديد المتمثل بالإمامة. الإمامة السلالية عادت هذه المرة بلافتة الجرعة وخيانات رأسية وأفقية، أكثرها قسوة أن وزير دفاع الجمهورية آنذاك بمثل هذا اليوم كان يصافح قادة الميليشيا ويلتقط الصور التذكارية معهم في مشهد يستحق تدوينه ضمن المراثي الحزينة للبلد المعذب. لا حماية في شوارع المدينة ولا رفضا واسعا من جيش الدولة الذي يحمي الشعب ولم يحمي الدولة، وباتت صنعاء مكشوفة وجريحة تتخطفها مخالب الميليشيا وتنتف ريش كيانها الجمهوري من دار الرئاسة إلى سارية علم المدرسة ضمن مسلسل سحق الاعتبار اليمني. رعاة العملية السياسية من الأطراف الدولية والإقليمية كانوا يتجولون في شوارع المدينة ويكتفون بإصدار بيانات الإدانة، فيما كان المبعوث الأممي يتجول بسيارته السوداء على صوت سلاح الانقلاب الذي انقض على العملية السياسية بالعملية المسلحة وبمباركة المبعوث نفسه. يدون التاريخ أو لا يدون، تحتفظ الذاكرة بصور المأساة اليمنية أو لا تحتفظ، يتماسك الوعي الشعبي أو يتناثر كحبات الحصى، فثمة تفاصيل قاسية وعصية على المحو في الذاكرة اليمنية. لحظة اجتياح صنعاء هي أشياء ضد النسيان، من بينها انكسار الجنود والضباط الذين استبسلوا في المقاومة ووجدوا أنفسهم بلا غطاء أو إسناد. بحسب متابعين فإن الصدمة الحقيقية هي التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة بعد ساعات من احتلال الحوثيين لصنعاء، وهو ما يشير إلى أن أمرا ما دبر بليل. والتوقيت أول مواطن الريبة عندما تم تتويج الاجتياح بغطاء سياسي يشرعن للمسلك الغادر بحق جمهورية الشعب. لا تنسى صنعاء جراحاتها أيام الانقلاب والاجتياح، لا تنسى كبرياءها الجمهوري المكسور، ولا تنسى هزيمة الجبال التي كانت أوتاد الجمهورية ووجدت ذاتها منزوعة الأنياب من الصباحة المدخل الغربي لصنعاء
إلى جبل نقم وعيبان في المدخل الشمالي الخاصرة التي تسلل منها الشر. إذن أستاذ نبيل، يعني لا تزال بالتأكيد ثمة أسئلة وحيرة حول سقوط صنعاء، ربما لن يكشفها سوى الأجيال المتعاقبة، وربما الإجابة الأكثر وضوحا حول ما حدث أن هناك ثمة خيانة واضحة. يعني لو حاولنا أن نتحدث أستاذ نبيل، لم تمضي سوى 3 سنوات فقط على اجتياح صنعاء بهذا الشكل، هل يمكن مراجعة الأحداث وترتيبها وفق المتأمل لها؟ أنا باعتقادي إذا كان للعرب من نكسة ونكبة، فإن اليمنيين نكبة كبيرة أيضا. نكبة سقوط العاصمة صنعاء كانت واحدة من أحرج لحظات اليمنيين وأكثرها سوءا وبؤسا على الإطلاق. هذه اللحظة التي بعد أكثر من نصف قرن من الثورة يعود من طردتهم اليمن وتخلصت منهم منذ أكثر من نصف قرن ليعودوا مرة أخرى ويتسللون على خلسة إلى عاصمة اليمنيين وعاصمة جمهوريتهم التي ناضلوا من أجلها طويلا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه أسئلة ماذا حدث، أنا باعتقادي ليست بتلك الغرائبية أو ليست بذلك يعني اللغز الذي يحتاج إلى تفسير. أنا باعتقادي اليوم على امتداد 3 سنوات من الآن، أنا باعتقادي أصبح كل اليمنيين يفهمون جيدا ما الذي جرى في صنعاء. أصبحت كثير من الأحداث على امتداد 3 سنوات كل حدث يجيب عن كثير من زوايا المشهد أو ما خفي عن البعض اليوم. يعني 3 سنوات تبين اليمنيين كثيرا ما الذي حدث وما لا حدث يعني وكيف حدث. أنا باعتقادي أنه كل الاعتمالات التي تمت على امتداد هذه المسافة الزمنية من 21 سبتمبر 2014 حتى هذه اللحظة، أنا باعتقادي أنه أجابت عن كثير من الأسئلة، أيضا حتى أنها عملت أحدثت صدمة كثيرة أو كبيرة لدى اليمنيين الذين لم يكن أو الذين عاشوا حالة قطيعة عن تاريخ وتراث المرحلة السابقة، عن نضالات 1000 عام من الثورة ومن القسارة اليمنية التي ظلت تقارع الطغيان وظلت تقارع أيضا كل أصناف الاستبداد بكل مفاهيمه، وكان أخطر ذلك الاستبداد والاستبداد الإمامي الكهنوتي والذي استخدم الدين سلما لقدراته وخرافاته. أنا باعتقادي سؤال صنعاء أو هذه المقدمة الكبيرة التي طرحها أحد الزملاء في هذا التقرير أو في هذه المقابلة، أنا باعتقادي أنه أيضا كتبت بدم قلب كل يمني، لأنها تعبر عن حدث جرح مشاعر وكرامة كل اليمنيين. ما حدث في قبيل سقوط صنعاء أنا باعتقادي أنا كنت متوقع ذلك السقوط توقعا تاما، حتى أننا قررت مغادرة صنعاء قبل هذا الحدث تقريبا بشهرين أو 3 أشهر. كنت أتوقع حينما سقطت عمران، كانت عمران واللواء 310 هو البوابة الرئيسية لصنعاء، بسقوط هذا اللواء ذلك السقوط الذي أنا أشبهه بحلم أو كابوس في لحظة منام سطع على اليمنيين ونغص ليلهم ونهارهم وخرج المشهد بذلك بتلك الصورة الدراماتيكية. أنا باعتقادي أنه الذي حدث يجب اليوم أن يقرأ بطريقة أكثر منهجية وموضوعية للعودة إلى نقطة البداية مرة أخرى. ما حدث باختصار كان هو تراكم لنضالات، أو بمعنى آخر كان هناك ثورة مضادة تعتمل ليس فقط من ثورة مضادة ل 11 فبراير، إنما ثورة مضادة لثورة 26 من سبتمبر منذ لحظة انطلاقها في ستة في ليلة الخميس 26 من سبتمبر 1962. هذه الثورة التي تمثلت في كل مراحل وأطوار الجمهورية اليمنية التي تحولت إلى جمهورية في آخر أيامها إلى جمهورية، أو كان على وشك أن تتحول إلى جمهورية وراثية بفعل المخلوع صالح الذي حولها واستخدم كل إمكانياتها من أجل تحويلها إلى إرث عائلي وأسري لمنطقة بعينها من اليمن. أنا باعتقادي هذا التراكم الذي حدث من كل اللحظات التي بدأت منذ عشية 26 سبتمبر حتى سقوط صنعاء هي كانت عبارة عن متتالية من الخطط والاستراتيجيات والاشتغال الدؤوب من قبل كهنة السلالة الإمامية، ذلك الاشتغال الذي تمثل في امتدادات مراحل مختلفة وعديدة وأيضا تمثل أيضا حتى على مستوى التحول إلى
يعني إلى جماعات وأحزاب ومنظمات وقبائل وشيوخ ومثقفين وشعراء، يعني كان هناك اشتغال. هذا الاشتغال يتم على مهل وتحت وتطبخ تحت نار هادئة، حتى أتت يعني لم تكن صبيحة 26 من سبتمبر 2014 إلا المحصلة النهائية لذلك الاشتغال الطويل الذي تمثل في كل أنواع الاشتغالات على المستوى السياسي أو المستوى الثقافي أو المستوى الفكري أو حتى على مستوى النخب والمنظمات الذي تم زرعها بكثير من أبناء وحملة مشروع الكهنة الإمامية التي نراها اليوم بوضوح في كل مناحي الحياة. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم عودة اليمنيين إلى أكثر من 50 سنة إلى الوراء أو إن لم يكن قرن من الزمان، عاد الفقر وعاد الجهل وعاد التجهيل وعادت الخرافة والكهانة وكل أنواع الزيف الذي كان جاثماً على صدورهم قبل ثورة 29 مستمر. على امتداد السنوات الثلاثة التي مضت، أنا أعتقد أن اليمنيون اليوم الجيل الذي حدث له انقطاع عن ثورة سبتمبر وحصل له تشويش وتشويه للذاكرة الوطنية ومحاولة طمس هذه الذاكرة الوطنية، أنا باعتقادي 3 سنوات استعادت كل تلك المحاولات، أو بمعنى آخر أنه استطاعت 3 سنوات أن تعيد ذاكرة اليمنيين أكثر من 50 سنة لتعود إلى نقطة البداية، وهي نقطة لماذا الإمامة هي العدو التاريخي الوحيد والأوحد لليمنيين. نعم، إذن هناك يعني تساؤل أستاذ نبيل، ربما هو الأكثر حضورا لدى اليمنيين، لماذا تركت صنعاء وحيدة سوى من بضع مئات من الجنود والمتطوعين أيضا؟ في حقيقة الأمر الذي حدث في صنعاء هو كان أشبه بمسرحية مكشوفة لكثير من المتتبعين والذين يسبرون غور الأحداث في صنعاء سياسيا تحديدا. ما حصل لم يكن ذلك اللغز القادر أو عدم القدرة على فهمه أو المستعصي على الفهم. أنا باعتقادي أنه الذي حصل باختصار أنه ذلك الجيش العائلي الذي ربي على عقيدة عائلية ولاءه فردي لأفراد من أسرة معينة، في لحظة انتقام ما تم تسليم زمام هذا الجيش لميليشيات طائفية أيضا ذات يعني نفس ذات الولاء المذهبي ونفس ذات الولاء الشخصي لأفراد معينين، وتم تبادل الأدوار في تلك المرحلة. كثير من هذا الجيش تم تحول إلى ميليشيات طائفية، خلع بالذات اللباس الجمهوري واللباس العسكري وارتدى اللباس الميليشوي المعروف القبلي. نعم. وسلموا كل مخازن الدولة وسلموا كل معسكرات الدولة. باختصار هذا الذي حدث. إن كان هناك من وقفة حقيقية فهي الوقفة مع التصريحات التي سادت تلك المرحلة من قبل مؤسسات رسمية كوزارة الدفاع الذي كان يصافح في تلك المرحلة في مثل هذا اليوم تحديدا يوم 19 سبتمبر كان وزير الدفاع هذا الخائن الذي سيسجل كان بأسوأ صور التاريخ أو في أسوأ صفحات التاريخ اليمني كواحدة من الذين عادت الإمامة على رؤوسهم وتحول إلى بيدق بيدق الإمامة. كان يصافح في تلك الليلة قائد الميليشيات أبو علي الحاكم في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو في مبنى التلفزيون اليمني حينها، وأمر حينها أيضا أفراد كتيبة الدبابات في الإذاعة والتلفزيون في تلفزيون صنعاء بأن ينسحبوا. يعني وكان دائما ما يكرر أستاذ نبيل بأن الجيش حيادي لا نعلم. هذه أكبر لعبة تم لعبت عليها الإمامة وجوقتها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة أو حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. فكرة الحيادة التي تم الاشتغال عليها هي لم تبدأ في تلك المرحلة، هي بدأت مبكرا منذ أحداث دماج. قبلها في بعام تحديدا بدأت تلك الأحداث في الحديث على أن الذي يدور هو صراع بين ميليشيات السلفية في دماج وبعد ذلك ميليشيات الحوثي، فعلى معسكرات الدولة أن تظل في حالة حياد، مع أنه هذا كان المنطق هو منطق غبي أشبه أيضاً. بنكتة يعني أشبه يعني ما بنكتة سامقة بمعنى صحيح. آخر أنه هذه الميليشيات بالأخير هي ميليشيات يمنية وتنتمي إلى هذه الأرض اليمنية وتخضع لقانون ودستور الجمهورية اليمنية، وكان الجيش أو السلطة الحاكمة هي الوحيدة المخولة بفض هذا النزاع و السيطرة على هذا النزاع وضرب الأطراف التي تمانع من أن توقف اعتداءها على الآخر. لكن للأسف
رأينا مثل هذه الأبواق التي ظهرت على المستوى الإعلامي والمدني والحقوقي. نعم سنتناولهم أستاذ نبيل، يعني بدنا نتوقف عند موقف وزير الدفاع ربما ونناقشه أكثر. موقف وزير الدفاع ضيفي عبر الهاتف، سأعود إليك الأستاذ جمال المليكي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى الضيوف الكرام. أهلا بك أستاذ جمال، ونحن نسترجع تلك الأيام السوداء إن صح لي القول، يعني وقد توقفنا عند موقف وزير الدفاع الذي يعني التقى بقيادة الميليشيا قبل سقوط صنعاء، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد بأن هناك حرب، يعني ما هو تفسيرك لما حدث؟ وأعتقد أن الأمور التي حسمت، هناك أمور باعتقادي ستحسمها الأيام وسيحسمها يعني ربما السنوات القادمة ستكون تسمح لنا بالكشف أكثر عما حدث في تلك اللحظة الحاسمة وفي تلك اللحظة الفارقة في تاريخ اليمن. من الأشياء التي حسمت ولم تنتظر الأيام هو موقف وزير الدفاع. موقف وزير الدفاع هو إحدى الحقائق التي كشفت باعتقادي بشكل كامل، بأنه فعلا كان يعني أقل ما يقال عنه أنه خان الوطن وخان الشرف العسكري. كل تحركاته وكل قراراته وكل نمط العلاقات التي كان يقيمها قبل وأثناء دخول صنعاء لا تدل إلا على هذه الحقيقة التاريخية التي باعتقادي أصبحت غير قابلة للجدل وغير قابلة للشك بالنسبة لموقف وزير الدفاع تحديدا. سيبقى السؤال، هل كان وزير الدفاع يأتمر بأمر هادي أم كان يأتمر وزير الدفاع بأمر علي عبد الله صالح؟ هذا السؤال كل من يدعي أن لديه إجابة عليه يقينية لا أعتقد أنه دقيق. هناك من يريد أن يبرر أطراف معينة احتراما للشهداء واحتراما لليمن والهوية اليمنية التي تم النيل منها. علينا ألا نحسم في هذه اللحظات أو حتى في السنوات القريبة القادمة ألا نتسرع بالحسم بأن مثلا على سبيل المثال وزير الدفاع كان يأتمر بأمر من. نعم، إذا أستاذ جمال، يعني ألم تكن مؤشرات سقوط صنعاء ربما بدأت من معركة عمران ورفض بعض الوحدات العسكرية، دعم اللواء 310 وانسحاب أيضا عدد من الوحدات العسكرية مثل الأمن والخاص وقوات المنطقة السادسة في عمران؟ منذ اللحظة الأولى قال كل العقلاء قالوا أن سقوط اللواء 310 هو سقوط لليمن، وقد كان ضحت أصواتنا ونحن نقول ذلك منذ أن كانت المواجهات في دماج. لكن دعونا نضع هذه اللحظة في سياقها. السياق له دلالة ودلالة يعني ذات أهمية بالغة. السياق هو أننا أمام لحظة استطاعت فيها الثورة المضادة أن تنتصر في جولة من جولات الصراع ما بين الثورة، ثورة الشباب، ثورة فبراير، وهذه باعتقادي هي لحظة الصراع بين الماضي بين القديم والجديد. هي إحدى محطات الصراع بين ماض يتمترس وبين ماض يستميت من أجل البقاء وبين جديد يتخلق ويتولد وبقوة. كانت إحدى جولات هذا الصراع، لأنه هذا السياق باعتقادي مهم للغاية أن نضع لقطة السقوط صنعاء في سياق متصل. هذه اللقطة انتصرت فيها الثورة المضادة، لكن منطق الأحداث يثبت أن هذا وضع لا يدوم. هي كما وصفها السياسي المحنك محمد قحطان، هي انتفاشة، وكل ما يحدث وكل الوقائع على الأرض تثبت أنها فعلاً انتفاشة بمعنى أن هذا وضع قد يسيطر وقد يسود لحظة ما ولكنه لا يدوم. عوامل الفناء وعوامل السقوط موجودة بداخله، ولو كنا في ظروف أفضل من الظروف التي نحن فيها محليا وأقليميا لما صمدت هذه الانتفاشة شهر أو شهرين. نعم أستاذ جمال، يعني من خلال قراءتك للمشهد وعملك أيضا في التحقيق في الأحداث عليه، كيف تقيم دور المبعوث الأممي آنذاك والأطراف الدولية في سقوط صنعاء؟ يعني هل تجد أن يعني كان لهم دور مباشر في ذلك؟ لن ينسى الإنسان اليمني البسيط بعيدا عن التحليلات والتعقيدات، لن ينسى المواطن البدء اليمني البسيط تلك اللقطة، اللقطة التي يعني نتذكرها دائما، وهي ان جمال بن عمر كان في غرفه واحده هو عبد الملك الحوثي، ومن جوار جمال بن عمر يصدر عبد الملك الحوثي التوجيه لميليشياته باجتياح صنعاء. هذه لقطه مخزيه للامم المتحده، وعلى الامم المتحده باعتقادي ان تسعى لاستعاده الصوره الذهنيه لدى المواطن اليمني البسيط. لن ننسى هذه اللحظه، فمهما يعني كثرت التحليلات ومهما قلنا هل كان يستطيع أن يفعل أو لا يستطيع أن يفعل، هذه لقطة معيدة. هو أن دور
جمال بن عمر ودور الأمم المتحدة في تلك اللحظة لم يكن ينسجم مع حساسية اللحظة. ما زلنا نتذكر حتى الآن عندما كانت تقول الأمم المتحدة ومن منصات الأمم المتحدة على الجيش اليمني وعلى المؤسسات الشرعية أن تقف على الحياد منذ أن كان الحوثيون في أسوار صعدة إلى أن دخلوا صنعاء، ونحن نسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقول ذلك. بعد أن سقطت صنعاء ظلوا صامتين إلى أن بدأ الحوثيين يفتشون حقائب الدبلوماسيين. بدأنا نسمع صوت المجتمع الدولي عند هذه اللحظة فقط، عندما بدأ الحوثيين في مطار صنعاء يفتشوا حقائب الدبلوماسيين بدأنا نسمع أصواتهم. للأسف الشديد ستظل هذه إحدى النقاط السوداء لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كيف سمح لهذه الميليشيات أن ترهب المجتمع اليمني وأن تسقط الدولة. نعم، إذا أستاذ جمال، هناك من يقول أن كل ما حدث هو كان ضمن السيناريو مخطط له من قبل، يعني ومتفقا عليه أن الرئيس هادي والحوثيين أرادوا التخلص من ضغوط حزب الإصلاح آنذاك وتحديدا بعض القيادات. هل نتوقع أن يعني هادي سيغامر بمصير بلد بأكمله لأجل تربية بعض الأطراف أو يعني إزاحتها من المشهد فقط؟ شخصيا اشتغلت على فيلمين، الفيلم الأول كان الطريق إلى صنعاء، وانتقدني كل الناس على أنه كانت هناك إشارة لتورط هادي في القصة. ثم كان الفيلم الثاني خيوط اللعبة الذي حاولنا أن نسلط الضوء على دور علي عبد الله صالح أكثر. احتراما لنفسي واحتراما للحقيقة التاريخية سأقول التالي، أنه لا يستطيع أحد اليوم أن يحسم ما إذا كان هادي متورطا توريطا حقيقيا في هذه القصة أم لا. لا يستطيع أحد أن يبرئه بنسبة 100%، والمبرئون له بنسبة 100% يناقضون أنفسهم عند أقل نقاش وأقل منطق. ثم هل هادي كان في لحظة من اللحظات يريد أن يلعب لعبة توازنات، بمعنى أن يقوي الحوثيين لصالح أن يكون هناك توازن سياسي في البلد؟ ربما القرائن المتوفرة حتى اللحظة تميل إلى هذا التحليل وليس إلى ما يمكن أن يكون يقين. تحليلي هو أن هذه في لحظة من اللحظات، وأنا أسميه تحليل وليس نتيجة، يعني الموضوع باعتقادي لا، يعني الوصول ليقينية في هذه المسألة من الصعوبة بالمكان، لكن باعتقادي أن هذه في لحظة ما قرر أن يلعب لعبة توازنات. إذا تم تقوية الحوثيين شيئا أو نوعا ما سيكون هناك توازن سياسي، لن يستطيع حزب آخر أو قوة أخرى أن تفرض على هذه أجندة معينة. ربما هناك من أقنع هذه بهذه الأمور. اليوم الأزمة الخليجية على سبيل المثال وما حدث اليوم وما تقوله إثارة اليمن ربما يعيد إلى أذهاننا إحدى الروايات وإحدى السرديات التي ربما ستصبح أكثر صلابة عندما نجمع بعض الوثائق، أنه كان هناك نصيحة من الإقليم، نصيحة من الإمارات، نصيحة أنه لابد من إضعاف الإصلاح، وهذا السيناريو ربما كان محدد لدى حتى الإقليم في تلك اللحظة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك جمال المليكي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ نبيل، ما رأيك بمطرح وأخيرا أستاذ جمال في تحليله بأن هادي ربما قرر لعبة أن يلعب لعبة توازنات في بالنسبة للأطراف السياسية التي لديه حتى لا يضغط عليها أي طرف، وأن هناك أيضا ميول من قبل الإمارات لتصفية حزب الإصلاح، وهناك إشارة له كما يعني يحلل الأستاذ جمال؟ لا شك انه مساله سوء التقدير التي رافقت الاداء الرئيس عبد الرب منصور هادي منذ بدايات الاحداث هي كانت سمه الغالبه على توجه الحكومه وعلى توجه رئاسه الجمهوريه تحديدا. كان هناك سوء تقدير، كان هناك خواء في الذاكره، عدم قراءه لتاريخ وخلفيه الصراع، صراع صنعاء تحديدا، صنعاء باعتبارها كانت بؤره صراع مستمره بين قوى الجمهورية وقوى الملكية، أيضا صراع القوى الملكي أيضا وامتداداته المذهبية والطائفية. كل هذه أنا اعتقادي كان هادي يغفلها كثيرا، وكان من حول هادي أيضا ربما جزء منهم يعيشون مرحلة صراعات وأحقاد ثنائية فيما يتعلق بصراعات الأحزاب مع بعضها أيضا في مصر، فيما أيضا يتعلق بصراعات المناطق شمال جنوب. كل هذه أثرت على صناعة قرار أو بمعنى آخر عن تقدير حقيقة الموقف. أنا باعتقادي كان هناك تقدير أقل ما يقال عنه أنه كان تقدير طفولي للأحداث ولسير الأحداث المبكرة منذ دماغ حتى وصولها إلى مشارف صنعاء. سوء التقدير هو نابع عن عدم قراءة أصلا، ونابع أيضا فضلا عن عدم القراءة هو نابع أيضا عن وجود يعني محيط ملغوم بتناقضات
استفادت منها في لحظة معينة الإمامة وبيادق الإمامة في هذه اللحظة، لعبوا على كل هذه التناقضات، تناقضات على مستوى الأحزاب السياسية، تناقضات على مستوى الصراع القبلي الموجود، تناقضات على مستوى الصراع أو بمعنى آخر النفس الشمالي الجنوبي، تناقضات أيضا على مستوى اللعب على مستوى الحالة الإقليمية، وهي أنه وجود هناك طرف ما في ثورة فبراير كان حاملا لهذه الثورة ومساعدا على قيامها. كل هذه التناقضات استطاعت الإمامة أن تلعب لها وتخلق هذه الفجوة التي مرت من خلالها كقنطرة من دماغ حتى صنعاء. هذه اللعبة أنا باعتقادي أيضا أنه هادي في هذه المرحلة كان محكوم بتوازنات الإقليمية، توازنات الإقليمية التي أيضا أراد أن يلعب هو على نفس منوال الحالة السابقة أو الرئيس المخلوع السابق، وهي توازنات القوى بين الأطراف المشيخية والمذهبية. لكن هادي أتى في بيئة غير بيئته وملعب غير ملعبه، بما أضطره إلى أن يفشل ذلك الفشل الكبير، ذلك الفشل الذي لم يعمل على تقدير حسابات حتى هذه اللحظة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وبك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، تقول وقائع القيادة الميدانية طلبت تعزيزات عسكرية آنذاك، غير أن هذه الطلبات قبلت بالرفض من قبل وزير الدفاع والرئيس هادي أيضا. يعني قد نتفهم مثلا موقف وزير الدفاع، ولكن مثلا موقف الرئيس هادي، يعني إلى هذا الحد كان هناك يعني يوجد مقامرة بالمعسكرات بمداخل المدينة؟ لا، باعتقادي يعني عمران خط احمر ثم صنعاء خط احمر ثم يعني حتى انها اصبحت كنكته بيتي خط احمر. يعني انا باعتقادي ايضا انه يعني بجانب سوى التقدير الذي كان يعيشه هادي، ايضا لا ننسى انه المؤسسه العسكريه التي كان اسميا القائد الاعلى لها كانت مؤسسه ملغومه ايضا ذات ولاءات معينه. هذه المؤسسه لم تكن ذات ولاء وطني، هي كانت جزء كبير جدا منها، وخاصه ما يسمى بالقوة النخبة، قوة النخبة المثل بحرس الجمهورية القوات الخاصة، هذه ذات ولا مناطقي مذهبي عائلي بحت. يعني كانت تتكون وتتشكل من قبل آنس حتى صعدة وعمران، يعني لم يكن هناك ينتمي لهذه المؤسسة إلا أفراد بسيطون وقليلون من مناطق خارج هذا المربع المذهبي الذي أريد له أن يتحول في لحظة ما من ولا لعلي عبد الله صالح إلى ولا لعبد الملك الحوثي. أنا باعتقادي هذه كانت أهم وأخطر إشكالية واجهت الرئيس هادي. بجانب أنا أقول أنا لا أبرر هادي، هادي وقع في سوء تقدير كبير، سوء التقدير دفع ثمنه غاليا، ليس هو على المستوى الشخصي وإنما اليمنيون جميعا، ويمثلهم في هذا سوء التقدير أو في هذه النتيجة التي دفعها الرئيس هادي باعتباره رئيس الجمهورية. سوء التقدير أيضا بجانب هذا الخلل الموجود في مؤسسات الجيش، لأنه نحن نعرف أن مؤسسات الجيش من أحداث أغسطس 68 لم تعد جيشا وطنيا. يعني بعد أحداث أغسطس التي حدثت بين ثوار امتداد ثورة ثوار سبتمبر وما مثله مثلا عبد الرقيب عبد الوهاب ومثله مثلا محمد صالح الشميري وعبد الرقيب الحربي، هؤلاء الذين أسسوا وقاوموا أحداث سقوط صنعاء في حصار 70 يوما، وكان ذلك الجيش هو الجيش الوطني الذي آخر صورة من صور الجيش الوطني كان جيش عبد الرقيب عبد الوهاب الذي قاوم سقوط صنعاء. بعد ذلك اختل بنية هذا الجيش وزاد اختلال هذا الجيش أكثر بتولي علي عبد الله صالح على سدة السلطة وتحويل هذا الجيش الذي كانت تمثله قوة العمالقة وقوة ولواء المجد الذي كان يضم نخبة الجيش اليمني الممتد من كل الجغرافيا اليمنية. تم تصفية هذه القوات، قوة العمالقة وقوة المجد، وتحويلها إلى قوات هشة بجانب بناء وحدات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية بمعناها العقائدي، وإلا هي تتبع الجمهورية وتتبع وزارة الدفاع. لكن كل هذه التشكيلات أدت إلى بروز وحدات عسكرية كالأمن المركزي تابع كان ليحيى صالح والحرس الجمهوري تابع لأحمد علي، وأيضا كل هذه لم يعد يكون من يعني في تلك اللحظة لحظة سقوط صنعاء لم يكن هناك يعني من يحمل اسم صفة جيش وطني سوى الفرقة الأولى مدرعة. للأسف هذه الفرقة التي تم شيطنتها وتم تحويلها إلى عدو لكثير من النخب السياسية والمثقفة باعتبارها تم شيطنتها من قبل الجهاز الإعلامي للثورة المضادة مثلة بعلي عبد الله صالح مثلة أيضا باللوبي الإمامي الذي كان يشتغل في تلك المرحلة. تم شيطنة الفرقة وتم أيضا هادي ساهم في جزء كبير جدا من اختلال هيكلية الفرقة حينما عزل قائدها وعين أحد أفراد
الحاولي الذي كان عبارة عن إمامي بلباس جمهوري تم تعيينه في لحظة فارقة أسهم في وبالتالي كانت المواجهة غير متكافئة في تلك المرحلة حينما تم الاقتراب من صنعاء. لم يكن هناك جيش وطني حقيقي عقائدي يدافع عن الجمهورية اليمنية، كان هناك إلا استثناءات بسيطة كالذي مثلها العقيد صادق مكرم. صادق مكرم هذا البطل الجمهوري الذي صمد في لحظة ذهول الضباط كلهم ووقف في منطقته في منطقة وادي ظهر، قاوم حتى استشهد مع مجموعة من رجاله. نعم، يعني هؤلاء الذين وقفوا واستبسلوا في المقاومة، يعني صادق مكرم وبعض الضباط والجنود، وجدوا أنفسهم أيضا بلا غطاء وبلا إسناد. يعني هذه خيانة وطنية مكتملة الأركان. الخيانة كانت يعني مكتملة الأركان، ولا أحد يستطيع أو يجرؤ أن يقول أنه لم يكن. إذن أين المقاومة الشعبية؟ أين الناس؟ يعني كثير من التساؤل. يعني أنا كنت حاضرة في تلك الفترة ونحن نغلق الباب، يعني كانت دموعي تنزل وتقول يعني هل الجميع سيغلق بابه ويظل ينتظر حلا من السماء؟ لم يكن في تلك اللحظة هناك حديث عن مقاومة شعبية. للأسف لحظة السقوط كانت صادمة للجميع، رغم أنها كانت متوقعة لكنها كانت صادمة. لم يكن أحد يتوقع أنه يعني بتلك السرعة سيتم الاستلام والتسليم. يعني مثلا تصريح مثلا وزير الداخلية بتلك الطريقة، أنا باعتقادي أنه هذا الوزير أيضا يجب أن يسأل اليوم، يعني ما سر تلك التصريحات، ماذا وراءها على الأقل. يعني أنه مثل هذا الدور الذي تم يعني حيادية تحييد جزء كبير جدا من مؤسسات الدولة، ونحن نعرف مؤسسة الجيش، ونحن نعرف أن هذه مؤسسة الجيش لم تكن تقاتل أصلا، لأنها عبارة عن جيش مناطقي طائفي مذهبي يدين بالولاء للمذهبية أكثر من إدانة من ولائه للجمهورية والدولة ومؤسساتها. فضلا عن ذلك، أنا باعتقادي أنه هذا الجزء المهم من القضية، أنه يعني أنه جزء من هذه القوة التي صمدت أو القليلة التي سقطت خلالها أكثر من 294 شهيد سقط خلال هذه المواجهات، أنا باعتقادي أنه كانت أعداد قليلة، وبالتالي مما دفع ببعض الأطراف التي كانت بدأت بتشكيل نفسها بدأت فكرة تشكيل مقاومة مسلحة، مقاومة شعبية. لكن في لحظة السقوط وانهيار مؤسسات الجيش وتسليم واستلام مؤسسات الجيش من مخازن ومعسكرات، هذه أدت إلى صدمة إضافية لمن كان يفكر بفكرة المقاومة الشعبية، مما أدى إلى قرار بعدم المواجهة والانسحاب من صنعاء. نعم، إذا اسمح لنا أن ننضم إلينا أيضا عبر الهاتف الباحث السياسي الأستاذ ثابت الأحمدي. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، مساءكم سبتمبر ومساء الوطن، مساء الجمهورية، مساء سبتمبر المعظم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ ثابت وبهذه المساءات الجميلة. أستاذ ثابت، يعني بين الإمامة القديمة والحديثة، كيف استطاع الإماميون الجدد ابتلاع صنعاء بهذه السرعة، الظهور من جديد بنفس الآليات، ويعني حتى فترة الحكم التي المغتصب في هذه السنوات الثلاث تشابه تماما فترة حكم الإماميون القدامى؟ سيدتي العزيزة، حادث 21 سبتمبر 2014 لم يكن إلا نتيجة يعني لمدخلات ولأسباب قبلها. 21 سبتمبر 2014 كانت الصرخة النهائية، الإعلان النهائي لعقود طويلة من العمل القديم، من العمل الدؤوب، يعني تغلغلوا في مفاصل الدولة، عملوا بالخفاء، فاستغلوا أيضا بعض الظروف التي واتتهم في المرحلة الأخيرة، واستغلوا خيانة وغدر الرئيس صالح، وثم حصل يعني لا أسميه مؤامرة، لأن ما كانوا يعني يرتبون له كان واضحا، وكنا نحن الأكثر صدقة للأسف الشديد، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها. كانوا يعملون لإسقاط الجمهورية من وقت مبكر، هناك يعني خلال 10 سنوات تم تحقيق أكثر من 700 مخطوطة إمامية كلها تدعو إلى الإمامة الجديدة. بعيدا عن هذه العملية أو بعيدا عن عملية التحقيق والمخطوطات والجانب العلمي الذي مهد يعني لمزعوم ثورتهم، ما حصل في 2014 هو عملية دور وتسليم بصورة مباشرة من الخائن الأكبر بالدرجة الرئيسية وزير الدفاع، الذي ندعو إلى محاكمة عاجلة لمحاكمته، ومع أن القتل في حقه قليل يعني للأمانة. نعم، إذا أستاذ ثابت، يعني برأيك ما هو العلاقة بين المخطوطات التي ذكرتها وبين ما حدث من سقوط لصنعاء؟ هل كان فعلا هناك تدبيرات قديمة منهجية تاريخية لما يحدث؟ المخطوطات هي جزء من عملية، لا تنسي أو قتل يعني حسين بدر الحوثي وعنده تقريبا 15 ألف طالب مؤدلج، إمامي مؤدلج.
عقب هذا الطلاب يعني او بعضهم تدربوا في ايران وتدربوا في لبنان ثم عادوا صامتين، ثم عادوا يرتبون مشروعا جديدا وكان الجمهوريين في سباتهم يغطون، وبعضهم ايضا بعض من كنا نظنهم انهم جمهوريون خاذلوا الجمهوريه بل وتواطؤوا ضدها. على اي حال هؤلاء اصحاب مشروع رتبوا لمشروعهم، وكانت احداث 21 سبتمبر 2014 الاعلان النهائي. مشروعهم طبعا لن يتركوه على اي حال وهم ماضون فيه، ولن تقهرهم الا القوه على اي حال مهما يعني كان املنا طويلا ومهما كان نفسنا سلميا، لكن لن تقهرهم الا القوه اولا واخرا. نعم، اذا استاذ ثابت يعني برايك ما هي طبيعه مشاركه قوات صالح الى جانب ميليشيا الحوثي في اجتياح صنعاء؟ تستطيع ان نقول هي الاصل وهي المخلب الناشب الذي ضربت به الامامه ضربت به الشعب. يعني قوات صالح الجيش الوجاهات القبلية رجالة السياسة مثلوا مخلبا ناشبا في جسد الشعب بالنسبة للحوثي. بغير قوات صالح لم يكن الحوثي شيئا مذكورا مطلقا، وأجزم بذلك. يعني الخيانة الكبرى جاءت من صالح. نعم، يعني باعتقادك لو هل كانت الفرقة الأولى مدرع والجيش أيضا يعني يمتلكون، هل كانوا يمتلكون القدرة على الصمود لولا خيانة القيادات إن صحت لي التسمية؟ من المؤكد الجيش إذا طبعا بالنهاية هو جندي يأتمر بالأوامر، إذا جاءته الأوامر العليا مؤكد أنه سيقاتل وسيستميت. لكن بالعكس ما حصل أنهم جاءتهم الأوامر بالانسحاب، وجاءتهم الأوامر بتسليم السلاح، وجاءتهم الأوامر بالمغادرة. يعني أنا أعرف تماما أن يعني طقمين يحتلوا معسكر كامل، طقمين اثنين فقط يحتلوا معسكر كامل، هذه ولا في الخيال. يعني كل ما في الأمر توجيهات ويعني وانتهى الأمر. نعم، إذن أستاذ ثابت يعني بعد مرور 3 سنوات وربما تكشفت حقيقة هذا الاجتياح الحوثي ونواياه، خاصة أنه نحن نتابع يعني وسائل التواصل الاجتماعي كيف أصبح احتفاءهم ب 21 سبتمبر مدعاة لسخرية الكثير وربط طلباتهم آنذاك بما حدث فعليا من ارتفاع أكثر للأسعار، من انتهاك للسيادة، من يعني كثير من الأشياء التي ادعوا أنهم سيقومون بها ولكن للأسف ازدادت سوءا. هل تتوقع يقظة جماهيرية بعد كل ما حدث؟ عزيزتي دعيني أقول ما حدث اليوم هو نتيجة، هو حالة متوقعة أصلا. كان الجميع يدركون أنهم سيفشلون حتما. هذه عصابة وميليشيا مسلحة تنظر إلى ثروات الوطن بشكل عام كما ينظر البدو الرحل للعشب، غنيمة أسبوع، غنيمة شهر، غنيمة شهرين، يفترسونه ثم يغادرون. هم تعاملوا مع مقدرات الدولة، مع مؤسسات الدولة، مع خيرة الوطن كما يتعامل الذئب مع الفريسة. هذا الذي حصل. فيما يتعلق يعني بالشق الثاني من السؤال، لكل فعل رد فعل، هذا لا بد منه، ويولد الشيء ويولد نقيضه معه. من خلال متابعاتي لم يحدث بهاء سبتمبري، لم يحدث مجد سبتمبري، لم تحدث حالة من سبتمبر كما حدثت هذا العام، يعني تأتي يعني من قبيل رد الفعل الذي حصل من قبل هؤلاء. هؤلاء الناس علموا الشعب ما هو سبتمبر وما هو حقيقة 26 سبتمبر طبعا يعني ذلك على وجه التحديد. والناس اليوم جمهوريون أكثر من أي وقت مضى، وحتما ستؤول هذه الجماعة إلى كهوفها وإلى جحورها مهما طال الزمن، والمسألة مسألة وقت لا أكثر، وهي سنة أزلية وسنة كونية، ويعني أيضا حالة سياسية يقرأها الجميع بين عيونهم، لكن إصرارهم وحماقتهم ستؤديهم إلى يعني إلى مقاتلهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الباحث السياسي ثابت الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني الكثير من النخب المثقفة والسياسيين أيضا للأسف أو من ظننهم بأنهم نخب مثقفة بشروا بالثورة الفتية التي جاءت لتهذيب نزق الإصلاحين كما كانوا يقولون، ودعت في كثير من المنابر الإعلامية للتطبيع مع هذه الجماعة. ما تأثير أو ما مدى تأثير هذه النخب في تخدير الشارع العام؟ لا شك أنه هذه النخب مثلت إحدى جسور عودة الإمامة. هذه النخب خانت ضميرها وخانت شعبها وخانت مبادئها وقيم الثقافة التي تحملها. الثقافة في الأخير هي أن تقول لا في وسط من يقول نعم، هذه الثقافة. أما أن تتحول إلى جزء من القطيع وتتحول إلى عبارة عن مكياج لمشروع
الإمامة. أنا باعتقادي هذا السقوط بعينه، أنا باعتقادي هذا العطب الموجود وفي في في ضمائر هؤلاء الناس، أنا باعتقادي اليوم يدفعون ثمن غاليا، يعني كثير جدا من الذين وقفوا في هذه المرحلة الآن يتم تصفية الحساب معهم، يتم اعتقال بعضهم، بعضهم أيضا معظم الذين كانوا يطبلون المشروع الإمامة هاربون في يعني، وكانوا جزء من استعداد لمشهد الاستلام والتسليم لهذه الميليشيات، اليوم هربوا من صنعاء وكانوا أول من تطالهم صياط هذه الميليشيات، يعني الآن معظمهم خارجين وهاربين من صنعاء، وهم الذين كانوا يرفعون لواء الاستقبال ولواء الترحيب بهذه الميليشيات، وشوهوا كل مشروع مضاد لمشروع الإمامة ابتداء من ثورة فبراير، ابتداء من أهداف مؤتمر الحوار الوطني، يعني تحولوا إلى عبارة عن بيادق لهذه الميليشيات الإمامية. أنا باعتقادي أنه المثقف الحقيقي هو المثقف الذي يستطيع أن يقول لا في وقت يقول الجميع فيه نعم، هذه الحقيقة المرة التي يجب أن تقال اليوم. أيضا الجانب الأخطر في هذه المسألة، أنا باعتقادي أنه كل ما حدث على امتداد 3 سنوات سقوط صنعاء بكل سوء، أنا باعتقادي هذه ليست سلبية لهذه الدرجة التي تجعلنا نحزن ونقول أنه خلاص انتهى التاريخ، أنا باعتقادي أنها كانت أهم إيجابية لهذه الحرب، أنه أعادت الإمامة وكثفت 1000 عام من الإمامة كثفتها خلال 3 سنوات، وقالت لليمنيين هذه الإمامة، الجهل، الفقر، الخوف، المرض، المحسوبية، الكهانة، الخرافة، وبالتالي اليمنيون أنا باعتقادي حالة الـ يعني ما تسمى بالمقاومة الذاتية، المقاومة الثقافية، المقاومة الفكرية الذاتية التي اليوم نشأت وأصبحت عبارة عن مصدات لمشروع الإمامة. الإمامة لا يمكن لها أن تحكم اليمن، ويستحال ومن 7 الاستحالات أن يمكن أن تتمكن هذه الميليشيات الإمامية من حكم اليمنيين. اليوم الذي يحدث حالة الصحوة التي نراها هي كفيلة باكتتاث هذا المشروع، فقط نحن ندفع ضريبة حالة الصمت وحالة التجهيل التي حدثت على مشروع الإمامة على امتداد الاختراقات التي تمت لكل مؤسسات الدولة الفكرية والثقافية والعسكرية على امتداد 50 سنة الماضية. دعنا نذهب خلال السنوات 5 أو 3 سنوات التي مضت أو حتى 4 سنوات، سندفع ضريبة التجهيل التي حصلت لثورة سبتمبر ولأبطال ثورة سبتمبر العظماء الذين ضحوا ونضلوا كثيرا من أجل وصول لهذه المرحلة، لكن في الأخير نحن سندفع هذه الضريبة وسننتصر. لا يمكن لهذه الإمامة أو لهذه الجحافل السلالية الهمجية بكل طائفيتها أن تحكم اليمنيين. اليمن شعب عظيم وعريق عمره أكثر من 5000 سنة في صناعة الدولة ومفهومها والشعب والحضارات، لا يمكن أن تحكمه سلالة خرافية بهذه الزيف والكهانة الموجودة. يعني حتى أن هناك من يعلق أستاذ نبيل كما تفضلت بأن ربما إحدى يعني 21 سبتمبر هي كانت من أكبر المساوئ التي مرت بها البلد، ولكن ربما هي من جعلت الناس يدركون أو يستوعبون مدى عظمة 26 سبتمبر. أنا كما قلت، أنا جيل ما بعد أحداث أغسطس أو حتى جيل ما بعد 62 لم يكونوا، أو بمعنى آخر نكون دقيقين، جيل ما بعد 70s و 80s حتى جيل 90s أنا باعتقادي لم يكن جيل يدرك أهمية سبتمبر، لأنه لم يعش كان كل ارتباطنا بسبتمبر عبر ما لا يقل عن نعم بالضبط، يعني كان هذه الحالة التي عشناها كانت أيضا حتى ما شاهدناه من جمهوريات كان عبارة عن جمهورية مكذوبة زائفة، جمهورية منطقة معينة أو سلالة معينة، أو يعني كانت جمهورية ناقصة في مواطنات تتقسم المواطنة فيها إلى درجات، أصحاب منزل وأصحاب مطلع، يعني كانت صورة مشوهة لسبتمبر. وبالتالي اليوم الذي حدث اليوم، يعني هذه الأجيال التي لم تكن تفهم في سبتمبر فهمته اليوم على حقيقته، وأدركت أن الإمامة لا يمكن لها أن تكون أن تحكم اليمن في القرن 21، وبالتالي نحن سننتصر وسينتصر اليمنيون. وأنا باعتقادي أنه هذه اليقظة السبتمبرية العارمة التي اليوم تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي وتجتاح الواقع الموجود أيضا هي كفيلة بأن تحرر اليمنيين، لكننا سندفع هذه ضريبة الصمت الذي حصل خلال الفترة الماضية والتشويش على ذاكرة اليمنيين وسبتمبرهم العظيم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيل بوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.